متجوز برضه ولا متجوزني وما كانش مخلينا محتاجين اي حاجه. وبعد ما اتجوزت برضه بقى يجيب لنا شوف احنا محتاجين ايه عيد من اي موسم ما سافرناش. قولي لي هو عنده اولاد ايه؟ عنده اولاد 6 اولاد. ست اولاد، 3 اتجوزوا ولا اتجوزهم برضه، ولسه في 3 لسه في 3. ومراته اللي تعبانه دي اللي كل شويه يجيب لها علاج مش عارف كده الكلام ده. في المركب ده طبعا البلد كلها سواد زي ما حضرتك شايفه، والبلد اللون الغالب هو الاسود والحزن الدافئ في البلد كل سنه بتكرر. والسبب هنا المسؤولين والتقاعس بتاعهم عن خطر بحالتنا، لان بحالتنا دي هي راس مالنا، وبحالتنا دي هي اهم شيء، اهم شيء البحيره دي لو اتطهرت. وانا اطالب من رئيس الجمهوريه بشخصه باصدار قرار لتطهير البحيره، حتى ان احنا ما نتعرضش للخروج بان نهرب نروح ايطاليا، نروح اليونان، نروح نسرح في السويس وندوس ايادي الناس. صرف الصحه دي اتقفل لف من هنا، الناس كلها ما حدش هيروح السويس ولا بورسعيد، هيشتغلوا حج. انما صرف الصحه اللي موت الناس هنا. اعلى نسبه اموات بالامراض المزمنه في المطريه من بحيره المنزله بسبب صرف السموم، تحويل مصرف بحر البقر وادخال المياه المالحه عشان اهالينا ما يروحوش يموتوا في بورسعيد او في البحر الاحمر تبع السويس.